وخلال زيارتنا لاحدى المؤسسات الصناعية التقينا باحدى خريجي المركز القطاع النسيج بالقصعة السيد زكي كريم، هو المكلف بالقسم النسيج. كريم كان زيد تعرفنا اكثر وقتاش تخرجت من المركز القطاع النسيج بالقصعة. تخرجت عام، دخلت عام 91، تخرجت عام 94، عملت تكنيسيان وبديت خدمة في مجمع من بلدك عام 95، وبدينا معناتها بالخدمة بديت بالاتساج، عملنا مونتاج بتاع معمل النسيج، وبعد عملنا مونتاج بتاع معمل ديفراجاكس، وعام 2000 تحولت من معمل الاتساج اللي كنت فيه شيف اونتروشين في وقتها، تحولت لمعمل الموكات اللي تو نخدم معناتها فترة بتاع مدير فني. صحيح كريم، عندك خبرة كبيرة سي كريم في المبلغ. والله عندي تو عندي 18 عام، حصلتهم في ماي، نهار 1 ماي حصلت 18 عام في مجمع مبلغ. تعديت على جميع المعامل الموجودين في المبلغ بتاع النسيج حسب زياراتنا ليك، تعديت على جميع المعامل. تعديت على معناتها المعامل اللي متابعين مبلغ للناس كنت تعديت عليهم. في حال كريم احنا من خلال الزيارة نتاعنا المؤسسات نتاع النسيج، وقت اللي لقاو الوليدات نتاعنا نصلي على النبي توا حلفنا حق وقت نشوفوا اولادنا من البروموسيون الاولانيين نتاع التسعينات هم اللي شادين المعامل وهم اللي سجلوا فيهم، نحس فرواحنا فخورين بهم وربي معاكم ان شاء الله. عطينا كلمة اللي يحبوا يتكونوا في كريم. كما يقول الفرنسيس، معناتها الواحد يخدم حتى كيما يلقاش حظه بعد عام ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، أي واحد يخدم معناتها أكيد باش ينهار وباش يلقى فيها حظه وباش الإنسان يكون روحه بروحه. الإنسان مغروم يوصل بيقول لك الحكاية. واني النصيحة نقول لهم اتعلموا كل شيء. ما تقولش لك الحاجة لا ما نباليش كما تخدم. كل شيء. أي كل شيء. تلقاه كل شيء. يعطيو هذوم اللي قاعدين يقراو، يعطيو فكره باهيه حتى معناتها لاصحاب المشاريع واصحاب المؤسسات كي يدخلوا يعملوا استاج على الاقل يعطيو هاك الوجه الطيب. اني قبل عملت استاجاتي في معمل كوفرتاكس، معناتها اني ونهار اللي كملت استاج ما زلت لا خذيت شهاده لا خذيت حتى شيء. قال لك يا جماعه انت تبوني قبل ما تقعد معاك. كريم بالله قداش معاك من خريجي بير القصعه يخدم هنا في المنطقه تقريبا؟ بير القصعه ومعايا توا معايا عادل مهيري وشكري لي شكري لي فل الوليد الجديد اللي جاك بتاع عمير بلال السعيد. بلال السعيد اختراع انتم تبعثوا لنا واحنا نكونوا انتم تبعثونا لما اليوم ديما تقعد الخدام انا من هنا من المنطقه ولا ما عادش تبعثونا شفت شويه الخدام ما عادش الخدام ما عادش مستقيم ديريكت تلقى غادي يبقى خدمه ثابته غادي يطل علينا شويه جينا هنا نطل علينا